أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطر مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية على مقر قيادة تنظيم داعش في الرقة في شمال سوريا، وصدروا أسلحة وأجهزة اتصالات خلفها المتشددون، وذلك بحسب قيادي في هذا التحالف المؤلف من فصائل عربية وكردية. واستعادت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بضربات جوية للتحالف الدولي 90% من أراضي العاصمة السابقة للتنظيم في سوريا، فيما لا يزال المتشددون يحتلون منطقة أخيرة في وسط الرقة. أعلن مسؤولون عسكريون ونفطيون عراقيون أن مقاتلي داعش أضرموا النار في 3 آبار قرب لحويجة غربي مدينة كركوك النفطية، وهي إحدى منطقتين ما تزالان تحت احتلال التنظيم الإرهابي. قال مسؤولون عسكريون أن قوات الأمن تستخدم جرافات للسيطرة على النار التي أشعلها مسلحو داعش، وذلك بهدف تعطيل تقدم القوات صوب لحويجة. أفادت وكالة رويترز أن إقليم كردستان العراق سيجري انتخابات رئاسية وبرلمانية في أول شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل. كان رئيس تحالف القوى العراقية طرح مبادرة لحل الأزمة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان. تتضمن المبادرة إشراك جميع المكونات في التفاوض وإلغاء الاستفتاء ونتائجه ومخرجاته، فضلا عن منح الحكومة العراقية السيطرة الكاملة على المناطق المتنازع عليها مع الإقليم، وأيضا على المنافذ الحدودية والمطارات، وكذلك الإشراف على إدارة قطاع النفط وتصديره. أعلنت الشرطة الهندية أن متمردين مشتبها بهم اقتحموا قاعدة عسكرية في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير، مما أدى إلى اشتباكات بالأسلحة النارية أسفرت عن قتل جندي و2 من المهاجمين. أصيب 4 من القوات شبه العسكرية بجروح عندما قام 3 متمردين على الأقل بإلقاء قنابل يدوية وأطلقوا النار من أسلحة رشاشة على البوابة الرئيسة لقاعدة قوات أمن الحدود قرب سريناغار القريبة من مطار سريناغار قبيل الفجر. كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن إقليمي لومبارديا وفينيتو الإيطاليين سيجريان يوم 22 من شهر أكتوبر استفتاء للمطالبة باستقلال أكبر عن روما. ومن المنتظر أن يصوت سكان الإقليمين هذا الشهر فقط على المزيد من الحكم الذاتي. نهاية الموجز، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.